أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا اللقاء مع البروفيسور سهيل بشروقي. البروفيسور سهيل بديع بشروقي، أستاذ جامعي، مؤلف وشاعر وناقد ومترجم متميز. هو رئيس الرابطة العالمية لدراسة أثر وحياة جبران خليل جبران، مؤسس لكرسي الدراسات الجبرانية في جامعة ماريلاند التي تحتضن كرسي جبران من ضمن مركز التراث في كلية الدراسات الاجتماعية. البروفيسور بشروقي يدرس حالياً في الجامعة موضوع تراث الإنسانية الروحي المستند إلى كتابه بعنوان تراثنا الروحي باللغتين الإنجليزية والعربية، يحظى بشهرة واسعة في العالمين العربي والغربي. من أعماله المتميزة باللغتين العربية والإنجليزية شروحه ودراساته وترجماته لنتاج المبدعين في الشعر والأدب من أمثال ويليام ياتس وجبران خليل جبران. من أبرز مؤلفاته بالإنجليزية الحكمة عند العرب، جبران الإنسان والشاعر، أجمل رسائل الحب العالمية، تراث الأدب العربي، تراثنا الروحي باللغتين العربية والإنجليزية. لديه العديد من الدراسات والأبحاث والمحاضرات والمقالات الزاخرة بالأدب والروحانيات والإنسانيات، وحائز العديد من الجوائز التكريمية العالمية تقديراً لمساهماته الأكاديمية والأدبية والإنسانية. يرى أن التكريم الأهم بالنسبة إليه هو رسائل الشكر التي تنهال عليه من تلامذته حتى بعد تخرجهم وانطلاقهم في حياتهم العملية. يصدر له قريباً كتاب جديد عن أمين الريحاني. أهلاً وسهلاً بك بروفيسور بشروقي على شاشة الميادين. أهلاً بكم، شكراً جزيلاً. طبعاً أنت أستاذ ومدير كرسي جبران، حدثنا قليلاً عن هذه الصلة وعن هذا الإنجاز الباهر بأن يكون أول جامعة في العالم تحتضن مثل هذا الكرسي. هذا الكرسي الفضل الأول طبعاً يعود إلى الأستاذ جورج زاخم الذي عرف بما لديه من إدراك وحصافة بالتراث الإنساني العظيم الذي هو التراث العربي الموجود في كتب الأدب والشعر. جبران مثل قيم يحتاجها عالم اليوم أكثر من أي وقت آخر، فنحن في عالم متعدد الثقافات والحضارات والأديان، ونحن في عالم منقسم على نفسه بين تيارات مختلفة سلبية وإيجابية، نحن في عالم أصبح العدو هو أكثر وجودا منه من الصديق، فقدت الأمانة الإنسانية العظيمة وهي المحافظة على التراث الإنساني الخالد والقيم الخالدة. لهذا عمل كرسي جبران في جامعة ماريلاند هو خلق جديد لثقافة إنسانية هي ثقافة اليوم عن طريق اللغة الإنجليزية طبعا لأنها هي أكثر لغات العالم تداولا، واللغة العربية التي هي أبلغ وأعظم لغات العالم بدون شك. فأنا أعتبر نفسي محظوظ جدا بأن أكون صاحب لغتين، الإنجليزية اللي هي اللغة العالمية يتحدث بها كل من هب ودب على 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 وجه البسيطة، ولكن الأهم أنني أتحدث باللغة العربية وهي اللغة الفصحى التي لا يمكن الذي يدخل رحابها إلا أن يدرك أنها لغة ثقافة حضارية إنسانية خالدة. ما ورأيك بالذين يتحدثون عن جبران بأنه أدخل شيئا جديدا على اللغة العربية، طالما أنك تتحدث أنه أدخل نوع من الحداثة، والبعض اعتبرها أنها ربما تكون ليس تطويرا خلاقا، والبعض بالآخر لا اعتبرها أنها تطوير.
إذا نظرنا إلى تطور الأدب العربي منذ قبل الإسلام إلى اليوم، نجد أنه لم يكن هناك في زمن من الأزمان مدرسة تعرف بالرومانسية في الأدب. كان جبران الأول في تاريخ الآداب العربية الذي أدخل الفكر الرومانسي إلى اللغة العربية، أي في الأدب العربي. والرومانسية نجدها في أوروبا مثلا في أبهى معانيها وأجملها، في ووردزورث، شيلي، كيتس، بايرون، بليك. الرومانسية التي عرفها بليك تأثر بها جدا جبران خليل جبران، أولا لأن بليك كان نحات ورسام وشاعر، وجبران كان نحاتا ورساما وشاعر، فإلى إضافة إلى أن أساطين الفكر الأوروبي، يعني إذا لخصت الحضارة الأوروبية في ثلاث كلمات: شكسبير، جوته، داندي. ما احنا ما جبناش لا علماء ولا فلاسفة ولا أساتذة، ولا جبنا الشعراء الكبار. جوته كان من أهم الرومانسيين في أوروبا، ويجب أن لا ننسى أنه لقيت كتاب من أروع الكتب اسمه ديوان الشرقي الغربي. هذا الديوان الذي ترجم إلى العربية قبل تقريبا 50 سنة يحتوي على شعر وحياة شاعر إيراني العظيم حافظ الشيرازي. ألماني يدخل رحاب الفكر الشرقي المتصوف أساسا. وهنا يجب أن أؤكد أن مبدأ التصوف عند أدباء المهجر كان أساس الرومانسية الحقيقية. الرومانسية هي شيء من داخل الإنسان. الرومانسية هي الحياة الخاصة للعقل والروح والجسد. الرومانسية هي التطلع إلى آفاق تتعدى آفاق الفكر المعروف. الرومانسية هي تقدير الطبيعة بكل معانيها. فإذا درسنا الأدب العربي نجد أن الطبيعة التي كانت هي أساس في الشعر محدودة الأفق، أو أنها كانت مخلوقة خلقا عندما ذهب العرب إلى إسبانيا وإلى البلاد الأخرى حيث الجنائن الخضراء ومشاكل، إنما الطبيعة كأنها كائن حي. واليوم نحن نتحدث عن البيئة والتطور البيئوي، ونجب أن نحافظ على الطبيعة. هناك فهم خاص أن الطبيعة هي حية كإنسان، ففي هناك نوع من التجاوب بين الفرد والطبيعة التي يعيش فيها إلى آخره. بروفيسور بشروقي، أنت تذكرنا بكتاباتك وبأحاديثك إلى ليس فقط جبران، إلى تاريخ وسجل وذكرى الرابطة القلمية التي انتعشت في الغرب، في المهجر وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي فعلا أسباب غياب نوع من أشكال الرابطة القلمية، إن كان على مستوى المهجر أو على مستوى العالم العربي،
لنماذج من هؤلاء الكتاب الذين كانوا أبعد من أن يبنوا جسرا بين الغرب والشرق، تحدثوا باللغتين وبنفس القوة. وأنت ربما الآن، وأنا في تقديري المتواضع أقول بأنك قرأت لك بالإنجليزية والعربية، وأعتقد أنك ربما الوحيد الآن تتقن اللغتين ببراعة عالية. ما هو تقديرك لغياب هذا الثراء الذي قدمه الرواد الأول؟ أولا أنا أعتذر إذا كان في أخطاء من ناحية التفكير، ولكن أنا أعتقد أننا نحن وللأسف الشديد في العالم العربي أصبنا بمصيبة كبرى وهي السياسة. فكل شيء عندنا سياسة، الدين أصبح سياسة، الأدب أصبح سياسة، العمل أصبح سياسة، والمخرج يجب أن نبتعد عن، لأنه الشاعر العظيم، خذ أبو العلاء المعري، في ناس يعتبرونه كافر ولكنه أعظم شعراء العربية بدون شك، ولا يمكن ولا يمكن لأي إنسان يعرف الشعر واللغة العربية أن يقول أن مثلا اللزوميات لأبو العلاء هي ليست من عيون الأدب العربي. لما قال البيت العظيم: وفي اللاذقية أسمع ضجة بين أحمد والمسيح، ذاك بناقوس يدق وذاك بمئذنة يصيح. يعني الجرأة على أن يتفوه شاعر بمثل هذا الكلام وأن تضمن له أن يتفوه بذلك، هذا انتصار للفكر ولكل شيء إنساني عظيم. أنت حاولت بروفيسور بشروقي أن تركز على أن المدخل الصحيح للتفاعل العالمي وللتفاهم بين الشعوب وبين الحضارات هو الأدب والشعر والثقافة، وأيضا ما يمكن تسميته باستخراج أو استخلاص الحكمة. وكان همك ولا يزال إلى حد كبير، لأنه في كتبك الأخيرة إن كان الحكمة عند العرب The Wisdom of the Arabs، أو إن كان في كتابك الأخير The Literary Heritage of Arabs، تاريخ أو تراث الأدب العربي، وتقدمه باللغة الإنجليزية، يعني هذين الكتابين باللغة الإنجليزية، وهو يعني أعمال شاقة جدا أن يتم تحويل عيون الثقافة والحكمة والتراث إلى اللغة الإنجليزية. وبالفعل أنا أعتقد أنه حكمة عند العرب انتشر بشكل واسع في الغرب، وأعتقد أن هذا الكتاب الجديد لتراث الأدب العربي أيضا سيكون بنفس. ولكن هل تعتقد أن الغرب يستفيد من عملية التركيز التي تتم على مثل هذه الجواهر التي نملكها في تراثنا؟ في تراثنا هناك قصة خلف اهتمامي بالكتابة عن الأدب العربي والفكر العربي باللغة الإنجليزية. أنا تخرجت من الجامعة المصرية وكنت في كلية الآداب، درست الأدب الإنجليزي والأدب العربي والدراسات الإسلامية، وبعد أن تمت الدراسة في مصر قررت بأن يكون هناك إتمام لهذه الدراسة على الدراسات العليا، فحاولت الذهاب إلى بريطانيا ودخلت الجامعات هناك وأخذت الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. كانت هذه الخبرة أولا في مصر، الدراسة بالعربي، الأدب العربي، تاريخ العرب إلى آخره، الإسلام الحنيف إلى آخره، ثم ذهبت إلى بريطانيا لأدرس الشعر الإنجليزي،
وكان في ذلك الوقت من المستحيل لشخص عربي، نحن نحكي في الخمسينات، يجي على بريطانيا ويقول بدي أدرس أدبكم. فبدأت أنا بدراسة بن جونسون، وهو من يمكن أهم الشعراء في عصر شكسبير، ومن أصعب الشعراء للدراسة، ولكن ظروف قادتني إلى ويليام باتلر ييتس، شاعر إيرلندا العظيم، وهو الذي سحرني ليس فقط بأسلوبه ولكن بشيء قالوا ونحن نعتبر هذا الشيء يمكن مش شيء مهم. وصف ألف ليلة وليلة، قال The Arabian Nights is the greatest folk literature the world has ever produced. أن ليلة ألف ليلة وليلة أعظم أدب فولكلوري أنتج العالم إلى اليوم. إحنا بننظر إلى ألف ليلة وليلة على أنه هذا شغل أولاد صغار، يعني ارميه في الزبالة. لا يجوز. في شيء اسمه أدب فولكلوري، في شيء اسمه أدب رفيع. عند العرب ووصفوه بدقة، الشعر ديوان العرب. يعني إيه؟ يعني الشعر هو أساس القيم والحضارة والروحانية التي تميز العرب عن غيرهم من الشعوب. لما أنا وجدت أنه في الغرب لا يوجد مجال لإفهام الغرب بأنه إحنا لا أحسن منكم ولا أسوأ منكم، وأنتم مش أحسن مننا ولا أسوأ مننا، نحن في رحاب العالم الإنساني الواسع، وما دمنا في رحاب الأدب فنحن في رحاب القيم الإنسانية الخالدة العالمية. لأن الأدب العظيم ليس فقط لمن ينتجه، إنما هو ملك للإنسانية. إذن المتنبي شاعر العرب العظيم، أحيانا بصهوب شكسبير العرب، المتنبي ترجم له، خد بيت واحد. هذا البيت الرائع، وأنا يمكن أصف جنابك بهذا البيت. لقد شرف الله أرضا أنت ساكنها، وشرف الناس إذ سواك إنسانا. ما أروع يعني هذا التعبير، البلاغة، الدقة في وصف الآخر، وربطه بالأرض اللي هي كانت أساسا منبع هذا الفكر. وجدت أنه من واجبي كإنسان يعتز بحضارته وبلغته وبثقافته وبالعالم الإنساني العربي الذي ينتمي إليه، مش عالم السيف والذبح، لا لا لا، عالم اللي فيه، قال الشاعر في قبل الإسلام، كان يسير حافي القدمين في ربوع الجزيرة فقال: ساعد إذا نزلت بأرض قوم ولا تقل أني غريب. هذه أول فكر عالمي للعولمة قيل قبل الإسلام. نعم. قال واحد مين؟ إنجليزي، أمريكاني، طلياني، عربي. طيب لماذا يعني أنا يعني كنت أتمنى أن تستمر، ولكن يحضرني عندما نتحدث عن الحكمة عند العرب وتقدم هذه الشواهد، أنك سئلت كل هذه الحكمة، والحكمة رأس الحكمة مخافة الله طبعا، كل هذه الحكمة لديكم ووجدناها في عندما طلعوا على بعض ما قدمته، ويقولون لماذا أنتم في هذا الوضع السيء؟ كيف لا تستخدمون حكمتكم؟ هذا كان سؤال سئلت أنا فيه في مجلس اللوردات في لندن. كان في تكريم خاص، واحد من اللوردات كان أراد أن يكرمني، وكان الكتاب قد صدر، فقال جيب الكتاب حتى كلنا نستفيد. فجبنا الكتاب، واحد من جماعة اللوردات
طلع فيه هيك قال لي، قال لي بروفيسور وات جريت ويزدم يو هاف، هاو كم ذات يو ار ان ذيس ميس، يعني شو هالعظمه اللي عندكم وانتم في هذا المأزق. قلت له يور لوردشيب ويزدم از اولويز ذير، يو ريمبر ات يور ان جود شيب، يو فورجيت ات ويل يو ار ان ا مس، سم داي ويل كم باك. فقلت له ايوه الحكمه دائما هناك، اذا عدنا اليها واستفدنا منها فنحن بخير، واذا تناسيناها فنحن في هذا المأزق، ولكن سنعود إليها يوما. قلت لي هدفي الأساسي من هذه الكتب هو أن أنبه الغرب أنه إن إحنا مش زي ما أنتم بتطلعوا في الصحف والجرائد، إحنا أرفع من هيك وأعظم من هيك. كان لك تفسير للحكمة، رأس الحكمة مخافة الله، قلته لي منذ قليل. أيوة. أود أن تعيده للمشاهدين. أنا دائما في قراءتي خصوصا اللغة العربية يجب أن أنتبه إلى روح الكلمة. رأس الحكمة مخافة الله، بيسأل واحد شو يعني مخافة الله؟ مخافة الله هو أن لا تؤذي أحدا من الناس خوفا من أن تخطئ ويلومك الخالق. واحد. مخافة الله هي في أن تخاف أن يكون لك أثر سيء في نفس أي إنسان كان. يعني مخافة الله هو أن تعلم جيدا أنه يجب أن لا تمس أحدا بيدك أو بلسانك. مخافة الله هو أن تحترم الإنسان وتقدر الشخص الآخر بغض النظر عن اللي هو، يعني مهما كان حتى ولو كان كافرا. يعني إيه؟ ومن يعلم أن من يدعي بأنه من المؤمنين هو آخر من يعتبره الله من المؤمنين. إذن الموضوع موضوع علاقتي بالآخر. ما هي علاقتي بالآخر؟ علاقتي بالآخر هي أن أفهم تماما. في القرآن الكريم آية من آيات الله يصف فيها خلق الإنسان، فيقول سبحانه وتعالى ونفخنا فيه من روحنا. نفكر في روح الله في بني آدم واقف أمامي. طيب إذا كان هذا في روح الله وهو كافر، أنا بقتل روح الله؟ من هذا الفكر يا أخي اتركه، هو حسابه مع الله. هل اعتبار أني أنا مسؤول أمام الله عن الآخرين؟ هذا فكر باطل، لأنه أيضا كما يقول في كتابه العزيز إن الله أعلم بمن اهتدى والله أعلم بمن ضل سبيلا. الله يعني واحد مصري قال لي طيب إذا كان هو ربنا اللي بيعرف أنت مالك يا أخي؟ فأنا هدفي الأساسي أن أخدم هذه اللغة وهذه الحضارة، وأن يراها العالم بغض النظر عن مين ما يكون على نقاوتها وطهارتها، وأنها في سبيل خدمة الإنسانية. خليني أشهد لك عندنا بالأدب العربي، هذا ابن عربي شيخ المتصوفين وصل إلى نهاية الطريق فقال لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزنان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف صالح الوثن. ولكن أيضا صاحب الكعبة يتفضل، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. نعم. هذا نعم.
هذا إنسان قالها في مكة المكرمة، ما قالهاش في لندن ولا قالها في برلين. إلى أيضا قوله في ترجمان الأشواق: لو لاح البرق شرقيا لحن إلى الشرق، وإن لاح غربيا لحن إلى الغرب. ثم يقول للمستمع: إن غرامي بالبريق والعمحه، وليس غرامي بالأماكن والطرب. يعني أنا الحقيقة هي الأساس، أكانت من الشمال أو من الجنوب إلى آخره. بروفيسور، نحن سنتابع هذا الحديث الشيق أعزائي المشاهدين بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نتابع حوارنا مع البروفيسور سهيل بديع بشروقي، أستاذ ومدير كرسي الدراسات الجبرانية في جامعة ماريلاند. كنا نتحدث عن موضوع الحكمة عند العرب، وأعطيتنا أمثلة عن هذه الحكمة وكيف لا يتم الاستفادة منها. أيضا ركزت في كتاب أخير حول تراث الأدب عند العرب، وقدمت في هذا الكتاب رسالة متجددة، وهو همك الأساسي بأن تقدم للعالم الغربي عيون الأدب العربي أو نماذج منه، لكي يدركوا عمق هذا التراث، إنسانية هذا التراث. كيف تجد حتى الآن الاستجابة الأولية لهذا الكتاب، وما تعتقد بأنه من أثر سيكون في الجامعات، أو كيف يمكن جعل هذه الكتب مثل هذه الكتب تنتشر بصورة واسعة في العالم الغربي ليأخذوا الصورة الحقيقية المشرقة للفكر والأدب العربي؟ أولا أستاذي الكريم، أنا من الناس اللي بكل تواضع أفتخر أن أكون عربي باللغة والفكر والضمير. ثانيا، وجدت أنه إذا إحنا اللي فاهمين هذه اللغة، فاهمين هذه الحضارة، وقيمين عليها أيضا، ونحن أمناء على هذه الحضارة، لم نقدم للأوروبيين والأجانب والغرب والشرق تراثنا الفكري والأدبي الإنساني العظيم، احنا خلنا الأمانة. واجبي أساسا أن لا أنظر إلى الغير، شو عمل فلان أو علان، أنا واجبي أنفذه. هذا كان واجب سهيل بشروقي تجاه الحضارة العربية العظيمة، الحضارة الإنسانية التي أعتز بها، وأعتقد إنها في نهاية المطاف ستكون محور الخلاص. قدمتها باللغة الإنجليزية لانتشار اللغة الإنجليزية في العالم كله، وأيضا لأن صحافة الغرب مسيطرة على باقي الصحافات في العالم. عن طريق الصحافة الغرب يمكن نقدر نفتح باب. فأنا أندهش إنه عمل من هذا النوع لا يكون منه أمثلة كثيرة. إحنا مقصرين، لأنه ما بتتصوروا أيها الحضرات، ما تتصوروا التجاوب الذي أحظى به عندما أقدم نموذج من هذه النماذج، والكل يسأل يقول وين الأدب ده؟ فين الفكر ده؟ المهم في الموضوع أن كل واحد مننا يمكن أن يسهم في هذا المجال، عليه أن يفعل ذلك. واحد. اثنين، حكوماتنا مشغولين بأشياء تافهة، مش كلها تافهة، ولكن بأشياء أحيانا تكون تافهة أهم بتكون من أنه ننشر هذه الحضارة.
الكتب، المدارس، الجامعات، بعدين الإسهام في الإنتاج الأدبي والفكري وجمع هذا التراث بأسلوب يمكن أن نقدمه للعالم، هذا شيء ضروري. أنا بعتقد أنه آن الأوان لكي تقوم نهضة جديدة. سألتني عن الرابطة القلمية وما حدث في أمريكا، وبالفعل في الرابط يمكن أحيانا زي ما بيقولوا بالإنجليزي distance grows the heart fonder، يعني إذا بعد الإنسان المحبة بتزيد. فيمكن لأنه هذول كانوا بعاد عن العالم العربي، وجدوا أنه شو اللي ممكن نعمله. ميخائيل نعيمي وهو كان من أهم هو وضع أسس النقد الحديث، والحداثة هي نتيجة أسس النقد الحديث، اللي كان من أهم من طبقها الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد يوسف نجم. وإذا قرأت كتاب دكتور إحسان عباس دكتور محمد يوسف نجم عن تراث المهجر الفكري والأدبي تدركوا تماما ما تم بناء. وإلى إضافة إلى ذلك، كانت الفكرة هناك أساسا ما هياش دينية مذهبية قبلية، كانت أساسا هي في الأساس إنسانية عربية. أنا هنا أربط الاثنين مع بعض، لأنه لا يمكن أن يكون أدبنا أدب عالمي إلا إذا كان أدب إنساني. وأنت ذكرت كلمة، تحدثت عن موضوع أن الخلاص، أنت خلاص. تحدثت كيف يعني كيف تجد أن التراث والأدب سيكون طريق للخلاص؟ يعني هل سيكون له اليد العليا في أن يفهم الناس تراثنا وأدبنا، وأن يفهم الآخرين أيضا ويفهموا ويفهموا؟ والأهم من ذلك إحنا نفهمه، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إحنا لازم نفهمه. إحنا مشينا في طريق ضغط السياسة والقومية و و و بأشياء، حتى كل واحد صار عدونا اللدود. ليه يا أخي؟ إحنا كنا في الأندلس، وصل العرب إلى الأندلس، وجدوا مجتمع مختلف الأديان والقبائل واللغات والاتجاهات. ماذا فعل هؤلاء الفطاحل؟ وحدوا الفكر. فكان هناك من الساسة ومن القضاة ومن الكتاب ومن العاملين في الحقل الإنساني وفي الحكومة، جماعة من مختلف الديانات والحضارات وكان الفكر الأندلسي بدون شك من أهم وأروع أنواع الفكر عرفه العالم. فبناء عليه إحنا مدخلنا الآن هو أن نفهم أدبنا بالأسلوب الصحيح، الأسلوب اللي هو أسلوب إنساني. أنا أريد أن أستشهد ببيت من الشعر هو حضرني في بيت من الشعر اللي هو أيضا بيقول إنه انظر إلى هنا انظر إلى هناك، المهم في الموضوع أن تنظر إلى قلبي فماذا تجد فيه. الفؤاد، القلب هو الأساس في هذا الموضوع. هل نحن أمناء على هذا التراث؟ إن كنا أمناء، أنا لا أنسى ما قاله لي ميخائيل نعيمي عندما كنت معه في الشخروب في جبال لبنان، وكان في نهاية حياته. كنت أنا عملت عنه معرض وثائقي في وزارة الإعلام في بيروت، وقضيت
مع الأستاذ ميخائيل النعيمي تقريبا 6 شهور، كانت حافلة بأفكار نيرة. أسر إلي بشيء، قال عزيزي سهيل أنت ستفهم ما أقول، تفضل يا أستاذ ميخائيل. قال لما نحن المسيحيين قبلنا حماية قسطنطين الأكبر خن المسيح، لأننا قبلنا حماية دولة دنيوية وأردنا أن نخلق من المسيح إمبراطورا دنيويا، وهو الذي قال مملكتي ليست من هذه الأرض، وأردنا أن نضع على رأسه تاجا دنيويا، وهو الذي فضل تاج الشوك. ثم سرنا في أعتى جيش عرفه العالم فقتلنا باسم المسيح، ومنذ ذلك الحين إلى هذا اليوم ونحن ندفع دية تلك الخيانة. كويس؟ نفس الشيء حصل في العالم الإسلامي، ما تأخذوني حضرات بعتذر ولكن هذا حقيقة. شوفوا احنا أخذنا السيف. طيب كانت الفتوحات وقتها، ولكن أيضا الدين الإسلامي أساسا هو السلام. هذا الكلمة، من آمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. أعظم التربية الأساسية الإنسانية فالسلام. وبالفعل أعظم ما أنتجه الإسلام في تاريخه هو أنه أدخل السلام إلى قلوب الملايين من البشر. نحن الآن على مفترق طريق، يجب أن نعترف بالآخر، يجب أن ندرك أن هذا العالم سفينة عليها الكافر والمؤمن معا. هذه السفينة على وشك الغرق، فشوح ومحتاجين لكل يد حتى تنقذ السفينة. حنقول له للكافر هذا لا ما تتدخلش خلينا نغرق؟ بالعكس. لما هو المشكلة بروفيسور إنه كيف نحدد الكافر؟ يعني المشكلة هي المشكلة القائمة الآن جدا أنه أصبح لا يوجد مقياس كويس لهذا الأمر، وخاصة أن الحساب هو حساب عند المولى بس وليس عند يعني البشر هنا، ولكن يتم تكفير الناس لأسباب تافهة ولأي أسباب. بروفيسور، أعزائي المشاهدين، بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نتابع حوارنا مع البروفيسور سهيل بديع بشروقي، أستاذ ومدير كرسي الدراسات الجبرانية في جامعة ماريلاند. هو أمر كنت لصيق قليلا به، وشرفتني وكرمتني بأن أدرس في هذه الحصة تراثنا الروحي، لأن في جامعة ماريلاند في بعض الحصص دعوتني و وجدت كيف يتفاعل الطلاب معك في جامعة ماريلاند مع هذه المادة التدريسية، وأنا كنت شاهد أيضا على رسالة أرسلها لك أحد أيضا الطلاب بعد أن يمكن 10 سنوات، وهو يتذكر كيف ما هو الأثر الكبير الذي تركته فيه. هذا الكتاب الذي صدر الآن باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، تراثنا الروحي من بدايات التاريخ إلى الأديان المعاصرة، كيف تجد؟ وأنا أعلم أن بعض الجامعات قد اتصلت بك وربما أخذت إذنا بأن يصبح أيضا مادة للتدريس لديها. صح. حدثنا قليلا عن هذه الثمرة. الكتاب أولا كان كيف يمكن أن ندخل إلى الجامعة، خاصة
جامعه لا تعترف بانه روحانيات ما روحانيات، هذا بالنسبه له هذا كلام فارغ. ولكن كيف ممكن اولا انك تحكي على ريليجن يعني دين، انت مش ممكن تقدر حتى تمشي الكورس. فانا اخترت كلمه سبيريتشوال، والروحانيه هي اساسا ما يتعلق بالروح. المؤمن اللي حياته متعلقه بالدنيا والجسد هذا مصيره الدنيا والجسد، ولكن المؤمن المتعلق روحه بالله سبحانه وتعالى وبالأشياء اللي هي أساسا متصلة بالروح فهذا موضوعه أروع وأهم. فاخترنا كلمة spiritual. فلما سئلت يعني إيه spiritual، قلت أنا للجامعة all the human values that promote us as human beings، كل القيم الإنسانية التي ترفع من شأننا كبني إنسان. مشى الحال، أدخلنا وبدأت أنا أشوف كيف ممكن نصل لهالطلاب اللي دائما في دروسهم المختلفة كل شيء مادي بحت، شيء روحاني هذا بيضحكوا عليه. وجدت أنه التربة خصبة، ولا شك أنه وجود جنابك معنا أستاذي الكريم كان له أثر كبير، لأنه هم شافوا الدكتور منذر سليمان تحدث عن فكرة الإسلام وعبر عنها بأسلوب عظيم رائع مودرن. الطلاب كانوا مهتمين جدا به، وكان المفهوم الخاطئ لدى معظم الطلاب صححه الأستاذ بمحاضرته القيمة، والنقاش الذي دار كان مهم. والكتاب من أوله لآخره يتناول 16 نظاما روحيا أو دينيا نعرفه العالم، بغض النظر عن مين صحيح مين خطأ، ما في هالكلام، كله أسس الدين، أقوال من الأديان المختلفة المتشابهة. حتى خرجنا بنتيجة شيء اسمه The Golden Rule، القاعدة الذهبية. فوجدنا إنه هذه القاعدة الذهبية يذكرها كل دين وكل مذهب وكل تراث عرفه العالم إلى اليوم. من آمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، بالإنجليزي في التوراة والإنجيل do unto others what you wish them to do unto you، افعل للآخرين ما تريد. كذلك في الهندوسية، كذلك في هذه الأقوال المتشابهة في الروحانيات جمعت شمل الطلاب تحت راية واحدة. حتى في نهاية المقام يسأل البعض الآخر، سألوني بالإنجليزي What is the difference professor؟ هذا هو بيت القصيد. في المبادئ الأساسية التي تجمع الإنسان كل الأديان والمذاهب تتفق، احنا كبشر نريد ان نفرق، هذا هو الموضوع. طيب بروفيسور، هل وجدت انه انت تعلم انه في نوع من الموجه في الولايات المتحده او في الغرب عموما في الاهتمام بالشعر الصوفي؟ بالضبط. وهناك حتى اضحت بعض الجمعيات مختلفة، وأنت لمست أنه في الجامعة كما ذكرت في البداية كان هناك نوع من يعني التردد بأنه هل يمكن أن يكون هناك مادة تدريسية يهتم بها الطلاب، وبالفعل تم. في المجتمع الغربي طبعا تطغى
المسائل المادية والعاجلة ونستنسخه في العالم العربي للأسف الشديد، أصبحوا أكثر أيضا يهتموا بالشؤون المادية. ولكن هذه الظاهرة، ظاهرة في الغرب، إلى ماذا تعزوها؟ ظاهرة الاهتمام البحث عن هذا الأمر ومحاولة إيجاد أجوبة على الأسئلة المحيرة لهم. هو بالفعل الإنسان بطبيعته تواق إلى ما هو أعظم من ما يراه حوله، هو تواق إلى رحاب الله الواسعة، يستشف منها الهداية والرشاد. والعالم اللي احنا عايشين فيه للأسف أصبح مادي بشكل، واحد مش ضروري يعني يتعب، شوف حالة البنوك اللي حصلت. هلأ هون سؤال، هل لو كان المسؤولين عن الأعمال المالية التي جرت بيخافوا الله أو بيعتبروا في ضمير وفي إنسانية وفي واجب إنساني أخلاقي إنه ما يذلوا الآخرين، ما كان حصل اللي حصل. لهذا في كل فترة من فترات الزمان يكون هناك حاجة إلى الوصول إلى شيء أكبر مننا. هلأ كتاب النبي لجبران ليه كان له هذا الرواج الهائل؟ لأنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كفر الناس، أرادوا أن يتركوا الإنجيل والتوراة، أرادوا أن يتركوا كل شيء، أرادوا أن يسمعوا نفس الرسالة الإلهية التي جاءت في الإنجيل والتوراة ولكن بأسلوب جديد. لهذا نحن نبحث دائما عن ذلك الأسلوب الجديد في التعبير عن الروحانية التي نحتاجها لكي نتمكن من أن نعيش موفوري الكرامة والعزة والاحترام في كل هالمعمعة اللي احنا فيها. ما لما نخرج من هالمأزق، نعم، أين المرأة؟ أين دور المرأة؟ إلى أن نعيد للمرأة كرامتها واحترامها وتقديرنا لها وندرك تماما ما ذهب إليه جلال الدين الرومي عند قال المرأة نور الحق، هذا النور نحن نحتاجه ولكن احنا قافلين عليه مغطينه ما بدنا نشوفه. ألا يتحال هناك قول لجبران أيضا حول المرأة وخاصة الأم، ما هي يمكن أن تكون أم وأخت وبنت، ولكن عندما قال أنه أجمل نساء العالم هي أمي وظلها وإنعكاسها في المرأة. الله فضفه. شكرا جزيلا على هذا الحوار بروفيسور بشرؤي، وكما ذكرت بالتأكيد سيكون لنا جولات أخرى معك، وأمد الله في عمرك وصحتك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم، وإلى موعد آخر مع لقاء آخر في المستقبل. إلى اللقاء.